الفيديو السيت اب بتاعه مختلف عن معظم الفيديوهات اللي بنعملها والسبب اللي انتوا شايفينه في الشاشه. حابب اقول حاجه كده انا دايما معترف بيها، ان اي حاجه في الدنيا بتبتدي كبيره بتصغر، اي حاجه بتبتدي كبيره بتصغر. ايه اللي حصل؟ كسر حاجه تقيله وقعت على رجلي والتيم بتاعي، مفيش حد بيخش وما بيحققش مركز. هعمل محتوى اكتر، انا على طول قاعد قدام الكرسي قدام الكاميرا، هقدر اعمل محتوى اكتر. بدل ما كنت بحط في 3 فيديوهات في الاسبوع احط 5 احط 6، لازم الواحد يقعد يفكر ليه ده حصل. طب انا قصرت في حاجه؟ طب انا غلطت في حاجه؟ يعني ده يمكن انتوا عمركم بتشوفوني بتكلم كده، ويمكن انا موضوع لسه حاصل امبارح. انا كنت تعبان وشربت قهوه عشان اقدر اعمل الفيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا فيديو السيت اب بتاعه مختلف عن معظم الفيديوهات اللي بنعملها، ولا انا في الشارع انا في البيت، والسبب اللي انتوا شايفينه في الشاشه ده. طبعا اي حد عامل لي فولو على الانستغرام، لو مش عامل لي فولو اعمل فولو، واعمل هنا سبسكرايب وشغل الجرس عشان يجي لك كل جديد، واعمل فولو على التيك توك عشان بيبقى في فيديوهات مختلفه عن اللي بتتحط على الانستغرام واللي بتتحط على اليوتيوب. زي ما انتوا شفتوا حصل لي حاجه وحصل لي كسف، ويعني ما حبيتش اقول تفاصيل، حبيت ان اعمل فيديو واتكلم معاكم كده. بس قبل ما اتكلم في ايه اللي حصل، حابب اقول حاجه كده انا دايما معترف بيها، ان اي حاجه في الدنيا بتبتدي كبيره بتصغر، اي حاجه بتبتدي كبيره بتصغر. وممكن نفكر فين لما بتكون كبيره تبقى الحاجه سلبيه قوي، بعد كده بتبدا تصغر 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 لدرجه ان انت كنتش حاسس بيها، يعني ما فيش حاجه بتروح، بس انت ما بتقوى على الحاجه. يعني دي الحاجه اللي انا عايز اوصلها لك. فالحاجه بتبتدي كبيره وسلبيه جدا، بعد كده انت بتاخد السلبيه دي وتحولها لطاقه ايجابيه، وبالتالي بتقوى فما تبقاش حاسس بيها. ايه اللي حصل؟ كسر حاجه تقيله وقعت على رجلي، الحمد لله ما وقعتش في نص رجلي، وقعت عند صابعي، ففي صباع اتشرخ وصباع اتكسر. عارف انت ممكن تقول ده صباع، بس الفكره ان ده هياخد 3 شهور ل6 شهور، احتمال اعمل عمليه كمان اسبوعين، وطبعا مفيش تمرين. اصل لكم هنعمل ايه يعني؟ بس طبعا الدكتور قال مفيش تمرين يعني. بس يعني كنت قاعد بفكر كده ازاي انا ممكن اخلي الفتره دي او الثلاث شهور والست شهور دول احسن فتره تقريبا، او ازاي انا اقدر اخد الحاجه السلبيه دي لحاجه ايجابيه. يعني ده دايما بتبقى طريقه تفكيري. الحمد لله الواحد بيفكر، احنا يعني الحمد لله قناه اليوتيوب في ازدياد كبير جدا اسبوع عن اسبوع، تيك توك نفس الحكايه، الانستجرام الحمد لله السنه اللي فاتت قدرنا نعمل اول كورس في الشرق الاوسط بيعلمك ازاي تكتب برامج باور ليفتنج، وعليه دلوقتي خصم كبير جدا. الحمد لله قدرنا ناخد حوالي 7 ميداليات في بطوله المملكه، 3 ميداليات في بطوله قطر، في بطوله البحرين، خدنا اكتر من ميداليه، والتيم بتاعي مفيش حد بيخش وما بيحققش مركز، وحتى المبتدئ بياخد من اول 5. فالحمد لله انا راضي جدا بالقوام اللي ربنا كرمه عليا، راضي جدا بالانجازات اللي انا وصلت لها السنه اللي فاتت. بس تعالوا احكي لكم او اقول لكم الانجازات دي كان وراها ايه. من سنه بالظبط او من سنه واربع شهور والدي تعب جدا، تعب بمرض كبير ومرض مزمن ومرض بيسبب في وفيات ناس كتير، وانا فعلا مش حابب اتكلم في الموضوع، بس مريت بكذا حاجه، من ظروف ماديه، من ظروف نفسيه، من حاجات بقى اجراءات اتعملت غلط في العلاج، الكلام ده كله. الفتره دي كانت احسن فتره انا اوزاني زادت فيها، دي كانت قبل ما اتصاب، وكان يعني كان الموضوع بيحصل، كنت بروح بقى الاشعات واروح بقى التحاليل واروح بقى العمليات والكلام ده كله. ولما بقعد دايما افكر في حاجه، دي كانت تقريبا اصعب حاجه، يعني اصعب حاجه عدت عليا في حياتي لحد دلوقتي، واكتر امتحان ربنا امتحني فيه لو اجي افكر في الموضوع ده دلوقتي من غير ما اخش في تفاصيله، لان انا مش حابب ان اخش في تفاصيل ويبقى الموضوع زي صعبانيات بقى وحرام. لا، كل اللي انت عليك تعمله ايه ده لابويا بالشفاء، ان هو لسه عيان والدنيا مش دايما بتكون احسن، يعني ممكن تبقى أول. بس لما اجي افكر في الموضوع، انا كنت بعمل يعني كان التدريب بتاعي عادي جدا، كان ممكن يكون افريج او متوسط، حسنت من التدريب، تواصلت مع مدربين خارج مصر، حسنت، بقيت بدل ما امرن على اكسل شيت بقيت امرن في ابلكيشن، بقى البروسيس عندي او المنظومه كلها منظمه، مفيش حاجه بتتاخر، كل حاجه قبل موعدها مع الظروف دي. فلما اجي ابص لحاجه زي كده، ان انا قدرت اخد الحاجه السلبيه دي معناها كبيره ومعناها مؤثره ولسه بتاثر عليا لحد يومنا ده، يعني لسه بتاثر عليا نفسيا في التامين وفي الشغل، بس ان انا قدرت ان انا على قد ما اقدر اخد الحاجه السلبيه دي واحولها لحاجه ايجابيه، دي الحاجه اللي انا حبيت اتكلم فيها. لان الواحد يعني يمكن شفت ناس اتحطت في نفس المواقف، طبعا كل واحد ربنا بيمتحنه باللي يقدر يتحمله، بس كان رد الفعل مختلف، يعني في اللي اكتئب، في اللي قاعد في البيت، في اللي ساب شغله. انا حقيقي فخور بالحته دي، ان احنا وده طبعا يعني بمساعدتكم وقبل مساعدتكم طبعا مع احترامي لكل الناس بتتفرج، بمساعده ربنا وبكرم ربنا.
وبتوفيقه ان احنا قدرنا نعمل حاجه زي كده. فالفتوى اللي فاتت كان بعد سنه ونص من وانا مش بتحسن في التمرين، لا هنبتدي ويلا نحضر البطوله، وربنا قال لا لا، حاجه تافهه، صباع صباع حرفيا، لا مفيش تمرين، مش هتحسن في دي. طب ايه الحاجه اللي ممكن اتحسن فيها؟ شغلي سواء في الفتنس او خارج الفتنس. الحاجه اللي ممكن اتعلمها، اتعلم اكتر، اتواصل مع ناس اكتر، عملت كورس ان شاء الله الكورس الجديد هينزل. طب اعمل برنامج بسعر كويس ويكون فيه حاجه تعليميه تعلمك ازاي تعدل فيه، دي حاجه من الخطط اللي احنا ان شاء الله هنعملها. طب ان شاء الله هيكون في تعاون ما بيني وما بين صالح ابو الدهب، نعمل احسن برنامج ديد ليفت في الشرق الاوسط هنعمله. كل دي حاجات انا اقدر اشتغل عليها دلوقتي. لو جيت بصيت لناحيه التمرين، ايه مش قادر اتمرن، مش عارف العب سكوات وديد ليفت مثلا، يعني يا حرام. طب ما في جيم ورايا اهو، في ناس كتير ما عندهاش الموضوع ده، طب ما دي نعمه. اتمرن اتمرن جسم علوي ليه لا؟ عندي مشكله في التغذيه او شكلي مش عاجبني عشان الفتره اللي فاتت كنت مركز في الاوزان وكده، نخس. فكلامي يبان متبعطف بس ده دي افكار. دايما كيف اي حاجه في الدنيا تاني، اي حاجه بتبتدي كبيره بتفضل تصغر 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 لحد ما تقوى عليه، الا في حاله واحده، المرض المزمن. وده من وجهه نظر يعني، لو في حاجه تانية اكتبوا لي في الكومنتات، ودي الحاجه للاسف اللي ابويا بيعاني منها. فطالما الحاجه بتبقى كبيره وبتصغر وكل حاجه انت بتتطور، كل حاجه انت بتبتديها بتكون صعبه جدا وصعوبيتها بتصغر، يعني حتى دي تقدر تطبقها في اي حاجه في حياتك. يعني اي حاجه بتبتدي، اي مصيبه بتبتدي كبيره وبتصغر، واي حاجه في حياتك بتبتديها بتبتدي صعبه والصعوبيه بتصغر، فهي اي احساس سلبي او اي احساس صعب هو هيصغر. الفكره كلها ان انت لازم تلاقي طريقه انك تعمل احسن حركه قدامك. مش قادر، انا مش عارف اتمرن دلوقتي، خلاص هعمل حاجات للناس اللي متابعاني، هعمل محتوى اكتر. انا على طول قاعد قدام الكرسي قدام الكاميرا، هقدر اعمل محتوى اكتر. بدل ما كنت بحط في 3 فيديوهات في الاسبوع احط 5 احط 6، بدل ما بنزل فيديو واحد يوتيوب هنزل 2. محدش عارف الخفي، وانا واثق ان بتوفيق ربنا وبدعمكم فكره ان انا مش بتمرن وفكره ان انا ما بعملش فلوجز دي مش هتاثر عليا كشغل كمدرب، ومش هتاثر عليا كصانع محتوى. الفكره من الموضوع ده ايه؟ انا مش عاوزك لما تحصل حاجه صغيره، دي حرفيا حاجه صغيره، في ناس رجليها مقطوعه، في ناس بيجي لها مشاكل اكبر من كده حرفيا، في ناس بلادها اتفجرت، فلما يحصل لك مشكله زي كده هي كبيره جدا بالنسبه لي. انا مش هتمرن، ممكن احكيها لشخص تاني يقول لي ده صباع بس، واحكيها لحد بيتمرن يقول لي يا مش هتمرن 3 شهور، هي كبيره بالنسبه لي. بس لازم افتكر ان انا في حاجه بايدي اعملها، وفي ممكن اخد الحاجه اللي انا شايفها شويه ده في خير، لان اكيد ربنا ما عملش ده كده وخلاص. اكيد في لازم الواحد يقعد يفكر ليه ده حصل. طب انا قصرت في حاجه، طب انا غلطت في حاجه، طب ايه اللي انا ممكن احسنه، طب ايه اللي انا ممكن اعمله، وهي دي الفتوى اللي انا بعملها. تمام. يعني ده يمكن انتوا عمركم ما تشوفوني بتكلم كده، ويمكن انا موضوع لسه حاصل امبارح، انا كنت تعبان وشربت قهوه عشان اقدر اعمل الفيديو، بس ده كلام انا والله بقول لكم القلب. احنا محتاجين نستبجل، يعني اديكم شايفين الظروف مش احسن حاجه، الدنيا مش احسن حاجه، وانا عارف ده، بس احنا محتاجين. انا بجيب لك بقى من جانب او من حاجه انا مجربها. انا لما اشتغلت اكتر على نفسي في التخيبي، صدقني ربنا كرمني بحاجات، سواء حاجات ماديه او حاجات نفسيه او مركز معين وصلت له، انا ما كنتش احلم بواحد على 10. تمام. وده كله برضه بكرم ربنا. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تشوفوها، الكونتنت اللي انتوا محتاجين تشوفوه، حتى لو عام، مش لازم يكون باور ليفتنج، نتكلم في التغذيه اكتر. ان شاء الله القناه دي، عارف انا بقول لكم ايه، هتوصل ل 10,000 السنه دي، وان شاء الله كمان سنه هتوصل ل 100,000 باذن الله وبتوفيق ربنا، وان شاء الله التيك توك هيوصل ل 100,000، وان شاء الله الانستجرام هيوصل ل 20,000. انا واثق من ده بتوفيق ربنا ودعمكم، ان مفيش حاجه وحشه بتحصل من غير ما يحصل حاجه كويسه قدامها. اعمل فولو، اعمل سبسكرايب، اكتب لي في الكومنتات. شوفكم في الفيديو الجاي.